طيب تعالوا هنا، انا طبعا حطيت البصل، تعالوا معايا او بينا للمقادير بتاعت ايه، بتاعت الشوربه، بتاعت المكرونه، سوري مش الشوربه، انا اتلخبطت من الكلام الحلو ده. طبعا هنا طبعا هحتاج بصل، بصل مفروم او مبشور براحتكم، خدته انا يتشوح عشان استغل الوقت ده. كمان هحتاج فيها مكرونه تكون مسلوقه في ميه مملحه، سباكيتي بينا اللي انتوا عايزينها، سوري، كمان صبيت او كاليماري متقطع شرايط، جمبري وايه وجندفلي اهو، وهنعمل معاها ايه، توم، ريحان، كزبره مفرومه ناعم، كريمه، وبودره توم، بودره بصل، كمون، وجنزبيل مبشور، او يعني لو عندكم فريش يفضل، بس انا هنا عاملاه باودر عشان مش متوفر عندي، وكمان ملح وفلفل. حطيت اهو، التمرون او الجمبري، الجندفلي، وكمان هاخد السبيط وابتدي اتبل فيهم على طول واشوح فيهم، يعني مش هياخدوا معايا وقت طويل، هي هبتدي اتبل واشوح، اتبل واشوح، اعلي عليهم النار خالص ويبتدوا. تعالوا بينا نحط الثوم اهو، والبودره بتاعت الثوم، والبودره بتاعت البصل، كمان كزبرة وبقدونس، جنزبيل، كمون، وهاخد الملح والفلفل اهو، الفلفل واهو الملح، بس كده هناخد ايه، هاخد ورقتين ريحان وهسيب الباقي ايه للتزيين. هقلب زي ما انتوا شايفين، هناخد ايه الصوص بتاعنا كله حطيناه هنا، هيبتدي يغلي معايا، هضيف عليه الكريمة بتاعتي وهخليه يغلي، وبعد كده هنزل فيه ايه المكرونة بتاعتي. مش بياخد وقت الموضوع خالص، بياخد حاجة بسيطة تماما، ما بتاخدش عندنا وقت، فهي على طول ان شاء الله هتتعمل. بصوا زي ما انتم شايفين الجمبري طبعا بيبتدي يلون معايا، الكاليماري انا هنا سلقاه نص سلقه، فيعني هو يا دوب هيتشوح معايا. لو انتم مستعجلين دايما، لو انتم مستعجلين او الستات هنلاقيها مستعجله عندها شغل، دايما نسلق الحاجات دي بتتبيله حلوه ونخليها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ونقوم عاملين ايه، اول ما نحتاج نطلع من الفريزر نسيح ونعمل الشكل اللي احنا عايزينه او التتبيله اللي احنا عايزينها، هنجهزها بالطريقه وبالشكل اللي احنا بنفضله او الشكل اللي احنا عايزينه. هتبقى خلطات حلوه قوي، بصوا معايا اهو بيبقى معانا ازاي اهو. هبتدي انا انزل المكرونه بتاعتي، مش عارفه ليه، عشان المغربيه النهارده عامله معايا شغل، لازم اتكلم مغربي خلاص. اهو خلوني انزل حاجة بسيطة، يلا 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 اهو، بس كده تقليبة بسيطة عشان المكرونة بتاعتي تشرب مني الصوص، وخلاص هنبقى تمام، مكرونتنا جاهزة جدا للتقديم. خلوني اقلبها بالراحة.